خليني كمان أشارككم أنه وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلال شهر سبتمبر اللي جاي، وده القرار اللي احنا اتكلمنا عنه قريب من أسبوعين تقريبا، أنه سيتم إضافة 100 جنيه لبطاقة التموين لعدد 9 مليون بطاقة تموينية، تزيد الدعم التموين. 9 مليون دول تقريبا 7 مليون أسرة. في معايير جديدة لتحديد الأسر، مين التسعة مليون اللي هيتم اختيارهم الأولى بالرعاية، والإضافة دي هتحصل لمدة 6 شهور. دي عنوان المسؤولية الخاص، مسؤولية الدولة تجاه الناس في ظرف اقتصادي معروف أنه صعب. احنا أعلننا عن الموضوع ده، وأعلننا كمان عن ضم أسر جديدة للبطاقات التموينية أفتكر كده. لكن خلونا نسأل، طيب آليات تنفيذ القرار ودعم الناس الأكثر أو البطاقات الأكثر احتياجا، هنعرف حالا من الأستاذ محمد سعد الله وكيل وزارة التموين. أستاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ بحضرتك والسادة المشاهدين. أنا دو الأول يا أستاذ محمد، صحح لي معلومة، هو في رفع للقيمة أو لقيمة الدعم التمويني لتسعة مليون أسرة، وهل كمان في عدد جديد من الأسر سيتم إضافته خلال شهر سبتمبر، ولا ده موضوع تاني؟ لا، هو مش تحديدا ما فيش رفع لقيمة الدعم، والدعم زي ما هو محدد كل فرد معاه بطاقة تموينية، الفرد بيتمتع ب 50 جنيه دعم تمويني بخلاف حصة الخبز الخاصة بكل مواطن اللي هي 150 رغيف شهريا. ده الدعم المخصص للأسر اللي معاها بطاقة تموينية. لكن بالنسبة لل 100 جنيه زيادة ديت، ده إحدى حزم الحماية الاجتماعية اللي أطلقها مع فخامة رئيس الجمهورية، وكان من ضمنها إزاي نزود قيمة الدعم لفترة محددة اللي هي 6 شهور. بالظبط. وبالتالي يبقى هنا في زياده مؤقته قيمتها 100 جنيه على البطاقه التموينيه لمده 6 شهور. يعني اللي كان بياخد 50 هيبقى معاه 150. هيبقى 100. لا، احنا مش الفرد بقى هنا، البطاقه. البطاقه يعني التموينيه. البطاقه فيها 4 افراد مثلا بياخدوا 200 جنيه. فهمت قصدك. فهيبقى 300 جنيه لمده 6 شهور. فهمت قصد حضرتك. اختيار بقى الاسر، لان كل حد هيقول طب اشمعنى مش انا؟ او ازاي اكون انا؟ هو في الغالب يعني اللي تحدد فعلي 9.1 مليون أسرة هم اللي بيستحقوا القيمة المالية الإضافية ديت، ودي تحددت بناء عن لجنة كانت من وزارة التضامن، وزارة التموين، وزارة المالية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية. أيوة. اللجنة ديت حطت محددات وأسس وقواعد. أيوة. أنا أكيد ما عدتوش تختاروا 9 مليون يعني، طبعا صح؟ بالظبط. تحط قواعد، وقاعدة البيانات ثابتة بالرقم القومي. بالظبط. بنقدر نعرف دخل الفرد ايه او دخل الاسرة ايه، واذا كان بياخد معاش تضامن او معاش كفالة وكرامة، او اذا كان موظف حكومة ومرتبه اقل من الحد الادنى للمرتبات اللي هو 2700 جنيه. اوكي. فتحطت الاسس ديت، وبناء عليها تم اختيار 9 مليون اسرة دول هم اللي هيتمتعوا بال 100 جنيه لمدة 6 شهور. حلو. هي دي كانت مهمة جدا، لأن في مواطنين كتير جدا فاكرين إن الزيادة دي على جميع البطاقات التموينية، فإحنا لازم نقول هنا لأ، لناس محددة تم تحديدها بعناية شديدة جدا للأسر الأكثر احتياجا وليس لجميع أفراد مستفيدي التموين. بالمناسبة يا أستاذ محمد، منظومة التموين فيها كام مليون أسرة؟ بالظبط كده. احنا عندنا التموين البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية في حدود 22 مليون بطاقة. بيستفيد تموينيا منهم 64 مليون مواطن تقريبا، وبيستفيد خبز وتموين منهم حوالي 72 مليون مواطن. يعني في فرق ما بين اللي بيستفيد خبز وتموين 64 مليون، وفي جزء حوالي 8 مليون بيستفيد خبز بس. يعني في جزء بس معاه بطاقه للخبز بس؟ للخبز فقط. اوكي. فاحنا عندنا هنا ال 9 مليون بطاقه دول بحوالي 36 مليون فرد، يعني بيعادل فوق ال 50% من اجمالي المستفيدين تمويني. وتحديد دي جزئيه. الجزء الثاني اللي حضرتك عايز تقوله لنا، الجزء الثاني ان مش كل البطاقات هتزيد 100 جنيه، في بطاقه هتزيد 100 جنيه وفي بطاقات هتزيد 200 وفي بطاقات هتزيد 300. طب دي ايه الفرق بينهم؟ دي جديده، نوضحه برضه للساده المواطنين. اتفضل. او المشاهدين. اولا احنا عارفين كلنا ان البطاقه التموينيه بيبقى فيها الاب والام والابناء. فالبطاقه ديت بتستفيد 100 جنيه. طيب نفترض ان احد الابناء اللي مع الاب دوت متزوج وضايف ولاده في البطاقه، فاصبح كده هنا البطاقه الواحده فيها اسرتين.
اسره الاب اللي هو الاساسي وابنه المتزوج يعتبر اسره ثانيه، فالبطاقه دي هتاخد 200 جنيه. والابن المتزوج ده كمان لازم تنطبق عليه نفس الشروط اللي بتنطبق على الاب، يعني اقصد بحث الحاله الاجتماعيه بيحصل على اسره طبعا ما هي الاسره كلها وعلى اسم بتتبحث بالظبط. ولو في اسره فيها ابنين او ثلاثه متزوجين هياخدوا 300 جنيه وده الحد الاقصى. اوكي فهمت قصدك. يبقى ان البطاقه بتاخد 100 لا اما 200 لا اما 300 على حسب عدد الاسر اللي داخل البطاقه الواحده وليس بعدد الافراد، لان في برضه بعض المواطنين قالت ايه 100 جنيه كل فرد ياخد 100 جنيه الاكثر ياخد 200، لا هي مش بالافراد. احنا قلنا هنا دي بالاسر اللي داخل البطاقه وليس بالافراد. سؤال بقى شويه صعب او معقد او انا مش عارفه برضه اليه تنفيذه، لو الاسره دي فيها ابنين الاب ومعاه ابنين تانيين، واحد من الابناء ده لا ينطبق عليه الشروط او المعايير اللي حضراتكم حاطينها عشان ياخد الدعم، فيبقى في واحد والاب اخذ الدعم والتاني لا، يعني ده وارد انه يحصل؟ وارد، ما احنا قلنا الافراد تم تحديد الاحتياجات بتاعتهم طبقا لقاعده البيانات بالرقم القومي وليس بالبطاقه التموينيه خالص. لان برضه عشان نبقى عارفين برضه بعض المواطنين نبقى عارفين في من ضمن التسعه 1.1 مليون مواطن دول او مليون اسره دول في منهم حوالي 600,000 اسره ما لهمش بطاقه تموين. وهينزل لهم برضه ال 100 جنيه على بطاقه ميزه او على المعاش الخاص بيهم شهرين لمده 6 شهور. طيب يعني مش يعني ما تحدد ال 9.1 مليون اسره بعيدا عن بطاقه التموين. وكان حضرتك دي معلومه مهمه يا استاذ محمد، يعني وكان حضرتك بتقول لنا القرار ده قرار رئيس الجمهوريه خارج فكره المنظومه التموينيه لكنه الدعم بيصل اليهم عن طريق وزاره التموين، مظبوط كده؟ بالظبط كده. يعني هو رئيس الجمهوريه قال هندعم 9 مليون اسره بالمبلغ الفلاني وبالتالي يتم توزيعها يا اما من خلال وزاره التموين او كارت ميزه اللي هو اصلا عن طريق التضامن الاجتماعي اللي هو المعاشات. انا بشكرك على التوضيح ده وشكرا بجد بقى، لانه قلما حد بقى مسؤول يبقى قادر يفهمنا التفاصيل كده، وحضرتك جاوبت على كل الاسئله قبل ما نسالها. شكرا شكرا جزيلا استاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين. كل الشكر للي فكر في الدعم وفكره الدعم البسيط اللي بعضنا ممكن يعتقد انه بسيط قوي، اعمل ايه يعني 100 جنيه لكن تعمل كتير في ميزانية أسرة بهذه الشروط. تاني اللي هيسأل ويقول طب اشمعنى أنا وما اخترتونيش أنا ليه وأسرتي إزاي مش محطوطة، تاني هي قاعدة بيانات والاختيارات بتتم زي ما أستاذ محمد كان بيقول له 9 مليون أسرة، يعني ما فيش لجنة قعدت تدرس اسم تقول هاخد محمد وأسيب حسين، لا هو قاعدة بيانات وسيستم بيقول إنه الشخص ده دخله الشهري كذا أو أقل من كذا فبالتالي هو مستحق فبيتحول على منظومة الدعم اللي بالشكل ده. احنا نتمنى بقى انه كل واحد يتمكن بطريقة تانية وانه يبقى فيه فرص اكتر للشغل وفرص اكتر لزيادة الدخل ويبقى فيه مصادر حقيقية تانية للتمويل من خلال الانتاجية للأسر، ودي الحاجات بقى اللي كل مؤسسات الدولة بتشتغل عليها. الدعم التمويني مهم جدا جدا واساسي، لكن الدولة عينيها على الاكبر على زيادة انتاجيتنا على اننا دخلنا يزيد من خلال الانتاج وان العجلة تدور. دي الحاجة اللي أعتقد أنها تحسم كتير من التساؤلات مع كل الاحترام والتفهم لظروف صعبة بتعدي عليها أو بتعدي بيها كتير من الأسر المصرية في الوقت الحالي.